إخوتنا الأعزة، نعيش الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي لا مثيل له على الإطلاق بين أشهر الله عز وجل التي جعلها للناس في هذه الحياة الدنيا. الشهر الذي تعلمون ما قال الله عز وجل فيه وما قال فيه سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قلت هو شهر لا مثيل له، نعيش لحظاته الأخيرة، نعيش فرصه الأخيرة. ونظرا لأن إبليس نعوذ بالله من كيده ومن شره له تلبيسات على الناس في هذه العشر الأواخر بالخصوص، أحببت اليوم أن أتكلم عن بعض هذه التلبيسات وما ينبغي للمؤمن أن يعيه وأن يعلمه عن هذه العشر الأواخر من الفضل العظيم، حتى لا يضيع منه نورها ولا تضيع منه بركتها. العشر الأواخر من شهر رمضان شبه ما تكون بموسم الحصاد، موسم الحصاد. فإذا كان الإنسان في العشرين يوما الأولى يزرع صياما وقياما وتلاوة وتهجدا وذكرا إلى غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها، فإن حصاد البركة للشهر إنما تكون بالدرجة الأولى، هي خلال الشهر كله لكنها تتركز وتكون بالدرجة الأولى خلال هذه العشر الأواخر. يحدث حادث، تلبيس شيطاني يحدث لكثير من الناس نعوذ بالله منه، وهو أنه حينما تهل العشر الأواخر وتبدأ بعدها العكسي، يبقى الإنسان كيقول ناقص نهار ناقص نهار، كما رحنا نقوله دابا النهار اللي جاء، يعني النهار اللي كندوزه دابا من رمضان ما كنعودوش، يعني الحد مثل اليوم الحد المقبل بإذن الله عز وجل قطعا لن يكون رمضان، قطعا لن يكون رمضان، لأن العيد إما السبت يا إما الحد. يحصل للإنسان هاجس نفسي سلبي، يجي واحد الإحساس خايب للإنسان، شيطان. كيف؟ وهو أن المرء قد يتلبس عليه الأمر فيتهيأ للعيد نفسيا من الآن وينسى أنه ما يزال في شهر رمضان. ماذا يحدث؟ يحدث بسبب هذا التهيؤ النفسي لكثير ممن يجعل عبادته موسمية، أنه يبدأ في الاسترخاء، يبدأ يطلق الشغل ديال العبادة، يبدأ بالاسترخاء في انضباطه لإمساكه وصومه وانقطاعه عن الخلق إلى الله، يبدأ في الاسترخاء في هذا الشأن وفي التهاون في كثير من الأمور التي بدأ يتدرب عليها من ترك الغيبة والنميمة وغير ذلك من المفاسد، وتبدأ نفسه تحدثه بالشهوات المحرمة ويبدأ بممارسة بعضها فعلا، ثم تفطر عبادته، تفطر كي ترخى في العبادة قيام الليل، ويعني الاندماج الوجداني الروحاني مع الصوم بما هو انقطاع عن الخلق إلى الحق جل وعلا، وهذا يؤدي إلى ضياع أعظم نعمة في رمضان وهي شهود ليلة القدر. الشهود هنا بمعنى الحضور، كيكون غايب ما كيحضروش الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله في ديك الليلة، ما كيحضروش حضور المشاهدة لهذه الليلة التي إذا دعا فيها العبد ربه استجاب له بما شاء سبحانه من النعم والفضل، بما تعلمون من مضاعفة الأعمال للمؤمن خلال هذه الليلة، خير من ألف شهر، يعني أزيد من 83 سنة من الأعمال في ليلة واحدة. لو تصلي ركعتين اثنتين وأنت تشهد أنوار هذه الليلة يكون لك ذلك بصلاة
هاتين الركعتين خلال أزيد من 83 سنة. يعني قاعدك الشيء اللي ضاع لك من صلواتك من الفرائض وما يلحق بها في عمر كامل كيخلفه لك الله تعالى تلك الليلة. ومعلوم في الحديث الصحيح أن الله عز وجل في محاسبة العبد يوم القيامة حول الصلاة، إذا انتقص أو انتقصت فريضة من فرائضه أو انتقص شيء من فرائضه، قال الرب عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: انظروا هل لعبدي من تطوع فيؤخذ من تطوعه ويرد على فرضه. يكون عندك واحد الرصيد كبير من الصلوات خلال هذه الليلة بركعتين اثنتين لو يشهدهما العبد هذه الليلة. لكن قلت هذه الليلة لا تؤتى لكل الناس، قد تعطاش لكل شيء، وإنما تفتح فيها الأبواب لأهلها عندهم مليها الذين فعلا انقطعوا عن الله عز وجل ولم يصابوا بهذا التلبيس الشيطاني الذي بدأت الحديث عنه قبل قليل. واحد المثال عند مالين الرياضة كناخذه من عندهم، والعبادة رياضة، كما أن للبدن رياضة يمارسها ويحتاج إليها كذلك للروح رياضة. والعبادات في الإسلام كلها رياضات للنفس للروح. ما معنى رياضة؟ يعني ترويد لها، تجعلها تمارس ما ليس من عادتها أن تمارسه. ليس من عادة الإنسان أن ينقطع عن الأكل والشرب، الإنسان تخلق على الفطرة ديال الأكل والشرب، شوية كدير له الجم وتقطعه عن الأكل والشرب فقد أخرجت النفس عن عادتها وتدخل آنئذ باب العبادة. فالعبادة رياضة للنفس بهذا المعنى. كذلك الصلوات، يعني 5 مرات في اليوم، وضوء، اغتسال، يعني إخراج للنفس عن عادتها لتدخل في عبادتها. إخراج المال زكاة وصدقة، الإنسان مفطور على حب التملك، على الأخذ، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لا احتاج إليه ثانية، ولو كان له واديان لا رغب أو لاحتاج له ثالثة، وهكذا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله عن من تاب. فالإنسان مفطور على حب التملك لكن يخالف عادته بعبادته فيعطي بدل أن يأخذ. العبادات رياضة للنفس، ترويض للروح. أصحاب الرياضة البدنية عندهم واحد الحكمة، كيقولوا بأنه لما كتبدأ تمارس الرياضة اللحظة اللي كتعيا عاد كتبدأ الرياضة، هكذا نسمعهم يقولوا. يقول لك دابا صبر بدي تحسب الحريق وعاد بدأت الرياضة. فكذلك في الصلاة وفي الصيام، وبالمشاهدة الناس كلهم يعرفوا الحقيقة أنه 20 يوم الأولى د رمضان كيدوزها الإنسان يعني في نوعين من الراحة. هذيك 15 يوم الأولى كاع ما كنحسوا برمضان، بحال ما صايمين، ما يجيك جوع، ما يجيك عطش، ما يجيك تعب، غير كيبدا تجي العشر الأواخر كيجي الجوع، كتجي السخفة، كيبدا الإنسان يتعب. فبدل ما خصك يعني تطلق وتبدا ترخى، عاد بالعكس عاد بدات الرياضة، يعني باغي أن تزداد اجتهادا. ولذلك في السنة النبوية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر الأواخر شد إزاره وأيقظ أهله، كيبقى نعس وكيبقى خمول ويتحزم للعبادة عليه الصلاة والسلام. وقد فسر الشراح الحديث شد الإزاره هنا بمعنى أنه بمعنيين، إما أنه ينقطع عن جماع النساء رغم أنه مباح، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فيلتزم بعبادة ربه خلال 10 أواخر وينقطع عن كثير من المباحات. وقيل هو كناية، والمعنيان يتكاملان، كناية عن الحزم شد الإزار بنادم يعني بحال كيتحزم يعني الحزم واليقظة من أجل العمل والاشتغال مع الله.
فالعبد قائم بالليل، صائم بالنهار، مشتغل منشغل مشغول منشغل بربه، لا وقت له عنده لأحد غيره أو سواه سبحانه جل وعلا. فلذلك الشيطان نعوذ بالله يجي وسوس الإنسان من حيث يدري أو لا يدري، فبدل أن يرقيه بهذه العشر الأواخر إلى أعلى مقام يلقي به في غيابات الغياب عن شهود النور والأنوار المتجلية يوميا خلال العشر الأواخر، يوميا النور يفيض على قلب العبد المؤمن، النور متميز طبعا في ليلة واحدة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني السورة الأخرى. فشيء غريب جدا أن الإنسان طيلة 20 يوم وهو يزرع يزرع يزرع، لما يجي موسم الحصاد الناس يذهبون إلى حقولهم لجني ما زرعوا، فإذا به هو يغيب تلك الأيام ولا يجني شيئا، هذا كتسمى خسارة والعياذ بالله، خسارة نعوذ بالله من الخسارة، لأنه الإنسان زرع وكد واجتهد وفي اللحظة ديال جني الثمار ما يجيش، هذا غلط كبير جدا. ما الذي صرفه عن جني الثمار، عن اقتطاف فواكه الأنوار؟ تلبيس إبليس، يخليه بدي يعد العيد، ما نسى العيد، لا تجعل في ذهنك الآن ولا ترتب له ترتيبات ترتبط بالعادات، خليه داخل العيد، خليه داخل في معنى العبادة هو أيضا، لأن العيد عبادة لله عز وجل، عبادة. وليكون العيد عيدا حقيقيا ينبغي أن يرتبط بسببه اللي هو رمضان، فإنما أتيح لك أن تحتفل بعيد الفطر لأنك صمت، لأنك كنت لله وبالله ومع الله فقط، إن هذه المقاصد الكبرى ديال الصيام، الصيام ترك وإمساك وانقطاع، تنقطع عن الخلق إلى الحق جل وعلا. لهذا إذن السعيد فعلا هو من ذاق ذوق، والله إنه ذوق، يذاق كما تذاق الفاكهة، من ذاق الصيام خلال هذه العشر الأواخر، لما تحس بالألم، ألم الجوع في بطنك، شيء من الصخفة، نوع من الانهيار، اعلم آنئذ أنك تعاني وتكابد لمن؟ لله، شيء عظيم جدا. أبشر إذن، كتألم من أجل رب العالمين، هذه هي حلاوة العبادة، ما تحرمش نفسك من شهود ذلك المعنى العجيب، لأنك حينما كنت صائما قبله في الأيام الأولى صحيح خير وبركة، لكن مازال الصيام ما بدك يخدم، مازال ما كيعطيش النتائج ديالو البدنية والروحية أيضا بشكل قوي جدا، لأن الجسم مازال ما شعر به، الآن بدك يشعر به ويذكرك بمعاني الصيام، لماذا أنت جائع؟ لماذا تتألم جوعا؟ لماذا تجد العطش؟ لماذا لا تشرب؟ لماذا لا تأكل؟ وتشاهل ماكلة في النهار شيء جميل مزيان، ولا تأكل لله، لله الواحد القهار، أنت آنئذ صائم لله، يعني راك هذا النهار ماشي ديال ديك الشهوة ديالك، تطأ عليها بقدمك، هذاك الحريق ديال الكرش ديالك أو ديال الشهوة ديال النفس ديالك إلى أي شيء من شهوات الدنيا مما تضغط به عليك نفسك، معدتك أو عيناك أو أذناك أو أي شيء من أجهزتك البيولوجية تضغط عليها بقدمك، لأنك تقول هذه اللحظة كسائر اللحظات، أنا الآن أمارس عبوديتي وعبديتي لله الواحد القهار، عبد ما عنديش الإذن ناكل، مولاي الكريم لا يأذن لي بالأكل هذه اللحظة، لا يأذن لي بالشرب هذه اللحظة، لا يأذن لي بالنوم هذه اللحظة، هذه لحظة اليقظة، لحظة شهود النور المتنزل من السماء، ما ينبغي أن تكون عبد الله غائبا والملائكة حاضرة والمؤمنون الصالحون والربانيون
في كل بقاع الأرض حاضرون مع الله، يسألون ربهم، يجأرون إليه، يتضرعون إليه بالدعاء، وهو يجيبهم ويعطيهم 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 وأنت غائب. لذلك الكيس الفطن هو من يدرك عظمة هذه العشر الأواخر وحقيقتها وطبيعتها، وينتبه إلى تلبيس إبليس حتى لا يغره. وكافية السنة النبوية ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لمن تتبعها أثرا أثرا أن تسلك به إلى الله عز وجل، وأن تفتح له أبواب الخير والفضل خلال هذه الأشهر، خلال هذه الأيام العشر، وأن تعصمه بإذن الله من تلبيس إبليس وكيده. كما ذكرنا في الحديث قبل قليل أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر الأواخر شد إزاره، وكان كثيرا ما يعتكف اعتكاف عجيب، ينقطع خلال العشر الأواخر إلى الله عز وجل عن كل شيء، ويبقى في المسجد ما يدخلش إلى داره عليه الصلاة والسلام طيلة العشر الأواخر حتى يصبح عليه العيد، حتى لا يشغله شيء عن الله، لأنه عليه الصلاة والسلام عارف إيش كاين في هذا العشر الأواخر. لهذا إذن الوصية التي نتواصى بها فعلا من هذا الحق العظيم هي الصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن هذا الحق عظيم، ولأنه ثقيل، ثقيل، ثقيل بما فيه من معان عظيمة، وبما فيه من مشقة أيضا، وبما فيه من تربص لذلك الخير وصبر على ذلك الخير الآتي الذي لا يدري المؤمن لحظته بالضبط. من حكم الله عز وجل أن ليلة القدر غير مقطوع بعدها وحسابها، غير مقطوع بعدها وحسابها، ما كاينش 100% أنها في ليلة ديال 26 صباح 27، ما عندناش 100%، وإنما تقريب لا أقل ولا أكثر، يعني تقريب علماء أرجحوا أنها 27، وإلا في الأحاديث الصريحة الصحيحة إنما تقول أدركوها في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان، ما عندك إلا الوتر، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام السنة ديالو أنه كان يعتكف الليالي كلها بحال الوتر بحال الشفع، يعني من الليلة ديال 20 21 22 23 24 25 26 وهكذا إلى آخر الشهر، كل ليلة حاضر مع مولاه سبحانه جل وعلا. وكذلك كبار الصحابة وصالحو هذه الأمة وصدقوها عبر التاريخ. لهذا إذن المؤمن كما في الحديث الصحيح إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، صحيح أنه السياق جاي في الآخرة، ولكنه معنى شامل عام مطلق تدل عليه نصوص القرآن والسنة الكثير، أن اللي طرق باب الله سبحانه وتعالى بصدق فإن الله لا يرد طارقا ولا يرد سائلا صادقا. اللي يبغى فعلا يوصل ليلة القدر ويرتقي منزلتها وبصدق واجتهد لذلك فإن الله عز وجل يفتح له الأبواب ويكون من أهل البشائر ومن أهل الفتوح والخيرات والبركات. لذلك أرجع إلى معنى المعاناة والمكابدة، مكابدة يعني المحنة، راه سنة. إنما هنالك فرق بين أمرين، هذا الذي قد يتلبس على بعض الناس، المشقة التي تفوق عادة الإنسان والمشقة المعتادة، المشقة ما توصل فوق الطاقة ابن آدم، هذيك ما كلفكش الله تعالى بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل يصبح الصبر على مثل هذه المشاق يدور بين الكراهة والتحريم. يعني لا قدر الله بحال واحد إنسان مريض أو أصيب بإغماء وصل واحد الدرجة خطيرة سيفطر، لكن المشقة المعتادة
يعني كاينه محنه ماشي ما كايناش، ولكن بنادم عنده القدره الطبيعيه يصبر عليها. فهذه التي يؤجر عليها العبد، وهي التي يؤمر المؤمن بالدخول فيها. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، هذه ماشي محنه، كيتنفخوا ليه الكعب يدرجليه عليه الصلاه والسلام بابي وامه بسبب طول القيام. وقيل له في ذلك، قالت له عائشة وقالت له قبلها خديجة رضي الله عنهما وأرضاهما، وقال له بلال، كثير من الصحابة شافوه في ذيك الحالة كيقولوا له أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكان يجيب دائما، الحديث يكاد يكون متواترا، كان يجيب دائما أفلا أكون عبدا شكورا، إلا ربي كرمني وغفر لي كل شيء، خصني نكون عبد أشكر مولاي الكريم بالقيام، هذا في رمضان وفي غير رمضان، فما بالك برمضان الذي هو شهر القيام والصيام. ففقط نستدل على أن المحنة راها محمودة لما كتكون لله. وقال في حق صور القرآن الكريم شيبتني هود وأخواتها، هذه محنة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قيل له شبت يا رسول الله، والشيب يعني ليس دائما ولكن في بعض الأحيان يدل على المعاناة، وهو بنص القرآن والسنة فين، والعرب عندهم هذا يدل على المعاناة. فلما قيل له شبت يا رسول الله قال شيبتني هود وأخواتها. شاعر العرب يقول والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. الهم يعرف الهم كي ضعف، والهم يخترم أي يحول الجسيم لعمر نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. فلما قيل لرسول الله في ذلك شبت يا رسول الله قال شيبتني هود وأخواتها. هود صورة مليئة بالقصص والعبر وبما أصاب القوم السابقين من البلاء النازل من السماء، وفيها من الحكم والمواعظ ما يشيب له الولدان. وأخواتها في رواية وأخواتها من المفصل، أي ما يشبهها من صور المفصل، وهو الطرف الاخر للقران الكريم، يبتدئ بسوره الحجرات وقيل بسوره قاف، المهم هو الطرف الاخر، فيه ما فيه من قوارع الايات والصور التي تذكر المؤمن بالله عز وجل وباليوم الاخر، وانه لا مقام له في الدنيا ابدا. فالمكابده كاينه في الدين، كاينه. وما سمي التكليف تكليفا الا لما فيه من كلفه. الأحكام الشرعية كيسموها العلماء بالإجماع تكليف، والمؤمن اللي كيبلغ كيسموه مكلف. ما معنى تكليف مكلف؟ يعني أنه أنيطت به تكاليف كلفة، يعني الخدمة الشغل المشقة، هذا معنى الكلفة في العربية. المحنة إنسان كلف، يعني هز تقل محن كلف. إنما من رحمة الله أنه ما كيخليكش تهز تقول لك أكثر من الطاقة ديالك، ما يهرسكش، ولكن تحس بالمشقة وتحس يعني بالثقل. كاين إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال العلماء القول الثقيل القرآن لما فيه من حلال وحرام وأمر ونهي وزجر ووعد ووعيد تكاليف. فهذا كله حتى لا يلبس الشيطان على الإنسان يقول الدين رحمة وكذا والترخى. صحيح رحمة، وإنما رحمته بما كلفك به، وجعل سبحانه الرحمة فيما تشعر فيه وبه من المعاناة والمكابدة، تمكن الرحمة كالدواء المؤلم، مؤلم لكنه دواء. وأنت تشعر بالألم تمازجك آمال الفرح لأنك تتداوى، هكذا الدين داير. فلهذا العشر الأواخر عشر
للمشقة والاستراحة قطعا، للمكابدة، نكابد القرآن الكريم. كان تغلبه غالب نفسك، دمز مع راسك غالب نفسك. وأنا إذن اعلم يقينا أنك بهذا المنهج الله عز وجل يحملك. كيف؟ علماء التربية منذ القديم يقولون حكمة تربوية عجيبة، يبدأ الإنسان حاملا فينتهي محمولا. ايش كيقصدوا؟ يعني لما تبدأ تشعر بالألم ديال العبادة صياما وقياما وقرآنا، راه هذاك الألم كيبدأ يخدم في النفس، في لطائف الروح فيوقظها. تبدأ تستيقظ اللطائف الروحانية اللي عندك الداخل، تستيقظ فتبدأ بمشاهدة الأنوار وتذوقها، فإذا بها تجد حلاوة النور في القرآن وفي الركوع وفي السجود، وتجد حلاوة الانقطاع عن الشهوات في الصيام. بعد قليل بحلاوتها تلك تنسى مشقتها، هذيك الحلاوة ديال الروح، وهذاك العسل الرباني اللي راك تاكله بلسان قلبك في صيامك وفي صلاتك بالليل وفي مكابدتك للقرآن الكريم، كيخليك تشعر بواحد الحلاوة عجيبة، كتنسى المشقة اللي راه عندك في البدن ديالك، تنسى جوعك وعطشك، تنسى رغائبك وشهواتك، تنسى آلامك التي تتحرك في بدنك ومفاصلك وأقدامك، كتنسى كل شيء. فكأنك بهذا الصوم وبهذا القيام محمول لا حامل، يعني بحال لو كنت هز تقل، لا، ولا تقل هو اللي هزك، بسبب أنك صبرت. والرب عز وجل شكور، كيشكرك هو كما تشكر ربك، هو أيضا يشكرك. فمن شكر الله عبده، كاين شكر العبد لله وهو العبادة، كاين عود شكر العبد شكر الرب للعبد. من شكر الله عبده أنه يحمله في عبادته له، كيسهل عليك هذه العبادة، ويذيقك من حلاوتها ما يجعلك تتمنى لو أن رمضان لا يغيب أبدا. والمؤمن ضعيف في لحظات ديال حلاوة العبادة وإشراق النور على القلب، كيتمنى الإنسان يكون الدنيا والزمن كله رمضان. وربي تعالى عالم سبحانه أن العبد ما يقدرش، ولكن هذيك حالة ديال الفرح والأنس بالله كتجي للإنسان، فتلك علامة على أن هذا العبد إذن موفق في عبادته، وأن الله عز وجل هي إشارة على أن الله عز وجل قد أجابه. تجاوب معك ربي سبحانه وتعالى، هذه إشارة لطائف تتنزل من السماء، أجابك شاكرا ما عملت. وهذه من تجليات اسم الله عز وجل، وهو اسم من أسمائه الحسنى الشكور، وهي صيغة من صيغ المبالغة، يعني كيشكر بزاف. ما كاينش واحد اللي قد يشكر ربي كيما كيشكر الله تعالى العباد ديالو، يعني شكر الله عبادة يغرقهم في نعمه بما لا طاقة لهم على عده وإحصائه. ومن أعظم النعم، من أعظم النعم نعم الروح، لأنه الإنسان بسبب ما غشيت أبصاره لا يرى النعم إلا في نعم المادة، وهي نعم، يعني كنشوف النعم احنا غير في الفلوس، نعم نعم، لكن أعظم منها على الإطلاق نعم الروح. من أنعم الله عليه بالهدى، من أنعم الله عليه بالقرب والتقريب، كيقرب العبد سبحانه ويشعر العبد بالأنس بالله. ما كتعيش غربة في الدنيا، أنت مع الله دائما، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أحد الربانيين من السلف الصالح من جيل التابعين كان يقول كلمة لطيفة: لو علمت الملوك ما نحن عليه لقاتلتنا عليه بالسيوف. فقراء العباد وصالح الزهاد من ناحية المادية ما كاينش، كاين الله سبحانه وتعالى بنعمته، عندهم فلوس، ولكن أغنياء بالله، كيسمى العلماء من زمان هذا المعنى مقام الغنى العالي، لأن الغنى ديال الأرض غنى نازل، غنى نازل،
غنى مرتبط بالتراب سيبقى في الأرض. أما الغنى العالي هو الغنى بالله، الغنى الروحاني الذي يبقى ولا يفنى أبدا، لأنك استغنيت بالله عن خلقه وبنى لك من الكنوز هنالك في الدار الآخرة، وتشاهد ذلك بما أعطاك من السكينة والتلذذ بذلك في الدنيا قبل الآخرة. يعني واحد النعمة، واحد المتعة حقيقة في عبادة الله عز وجل، وأنت تجد نفسك تسجد لرب السماوات والأرض وتشهد ذلك، وينفتح قلبك على ذلك الخير، على ذلك النور. هذه راه ما كيتعطاش لكل شيء، وإنما لمن أحبه الله، ولمن أخلص العبادة لله، ولمن كابد وعانى في الله. والذين جاهدوا فينا، كيف تجاهد في الله؟ تجاهد نفسك، المجاهدة محنة لنهدينهم سبلنا. ولذلك والله إنها لنعمة أن يجد العبد المشقة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، نعمة كبيرة. راه ربي تكرم عليك، بدا كيجاوبك، بدا الدواء كيعطي المفعول ديالو. لما تحس بالألم والمكابدة والعياء والتعب ليلا أو نهارا في رمضان، عرف الله راه الدواء ولا يعطي النتيجة. فلا تغيب، مارس، خلي كمل الدواء ديالك، وإلا انقلبت الأشياء على عكسها. ويختم لبعضهم نعوذ بالله رمضان بالسوء لا بالحسنى، 20 يوم هو صايم في الأخر كيخسر كل شيء، لأن الله لم يقبل منه. هذيك إشارة على عدم القبول، إشارة على عدم القبول. ولذلك الخواتيم راها لغة من الله إلى العباد، ولذلك من الدعاء المأثور أن يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة في كل شيء. لهذا إذن المؤمن الذي أدرك هذا، الرحمن برحمته والكريم بكرمه رب العالمين والجواد بجوده جل وعلا يكرمه بهذه الليلة، أي بحضورها وشهودها. ليلة ليست كالليالي إطلاقا، لا مثيل لها، يتيمة فريدة يقع فيها ما لا يقع في غيرها على الإطلاق. اكفي أنها ليلة يتنزل فيها جبريل عليه السلام، هذا الملك العظيم، الروح الأمين الذي لا ينزل إلا بالوحي، كينزل غير على الأنبياء هذا الملك، غريب، سبحان الله العظيم، الشغل ديال الوحي. هو أمين الملائكة في السماء، أمين الملائكة في السماء وعظيمها على الإطلاق، مطاع ثم أمين، سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، ولا يعرفه إلا الأنبياء والرسل اللي تنزل عليهم وكلمهم بالوحي. ومن زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما قبض الله عز وجل رسوله النبي الأمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي وانقطع جبريل عن النزول إلى الأرض، بقت الأرض في غربة، الأرض ولات في غربة. وبكى بعض الصحابة لهذا، واحد المرأة عجوز من الصديقات الصحابيات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها في البيت ديالها، فلما توفي كان عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافة أبي بكر قد قال لصاحبه سيدنا أبو بكر الصديق: هيا بنا نزور فلانة، فقد كان رسول الله يزورها. شاف يزورها امرأة كبيرة في السن، دخلوا عندها الدار ديالها، فلما رأتهما جعلت تبكي. ذكروا لها النبي صلى الله عليه وسلم: راه حنا جينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كيزورك. وذكروا لها مقامها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك دلالة واضحة على مقامها عند الله عز وجل، فجعلت تبكي. قالوا لها: ما يبكيكي؟ ما عند الله لرسوله خير له مما في الأرض وخير له من الدنيا وما فيها. بحال يعني هما تفهموا بلي راه كتبكي حيت النبي صلى الله عليه وسلم مات واشتقت له.
قلت لهم ليس ذلك الذي يبكيني، إني أعلم أن ما عند الله لرسوله خير له من الدنيا وما فيها، ولكن أبكي لانقطاع الوحي. يعني تذكرت ذيك الأيام اللي كان كل مرة كيسمعوا آيات جديدة نزلت، سورة جديدة نزلت، يعني صلة مرتبطة ما بين الأرض والسماء يربطها جبريل أمين الملائكة عليه الصلاة والسلام. لكن من كرم الله الفياض على هذه الأمة أنه أعطى الكرة الأرضية ولأهل الإيمان فيها خاصة لحظة الروح والانفتاح على هذا العالم الروحاني بما فيه من بركات، فأذن سبحانه لجبريل في أن ينزل إلى الأرض مرة في السنة ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الروح وسيدنا جبريل، الملائكة الأخرى يوميا كتطلع وتهبط، ملائكة شتى لها وظائف كما في الحديث الصحيح، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجر، يعني كل يوم. لكن حجم الملائكة اللي ينزل في ليلة القدر حجم آخر، ملايير الملائكة تغشى فضاء الأرض والأرض، ومعهم أمينهم جبريل خل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كانت محبة كبيرة بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا جبريل، وكان يقول له أخي جبريل كيجي دابا في هذه الليلة المباركة، لأنها ليلة عظيمة عند الله، فيها نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء السابعة كله كاملا في ليلة واحدة، ثم نجم بعد ذلك على الصور والآيات حسب الوقائع والأحداث تنزيلا إلى الأرض خلال 23 سنة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني في ليلة واحدة نزل كله من السماء السابعة للسماء الدنيا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. نجمع بين هذه جوج كلمتين، البركة والقدر. البركة من شأنها أن تكسر القليل بما لا يخضع لموازين العقل، هذه اللي كتسمى البركة، يعني لا القليل ولا كثير، ولكن ولا كثير بشي حسابات يعني مادية ورياضية ما كتسماش بركة. لما القليل كيولي كثير بواحد الشكل غير قابل للاستيعاب العقلي عاد كتسمى بركة. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها موقوف عليها صحيح، أنه النبي صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك في بيتي قفيز شعير. ملي مات النبي صلى الله عليه وسلم وخلى الأزواج ديالهم من بينهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ما خلى لهم والو، خلى لهم الله سبحانه وتعالى. اش كان باقي في دارها من الطعام؟ واحد القفيفة، واحد المزيود ديال الشعير كتجبدو من واحد طرمة أو مشكات أو كوة، كتهز منه وتطحن ودير رغيفة وتاكل وتردو. غد ليه كذلك كتهز وتطحن وتاكل وتطحن ما بغيت تسالى كميشة ديال الزرع ديال الشعير أبدا، واش بغات تنفد؟ قالت حتى سئمت بربا هذاك الشعير صافي ملت، فأخذته فكلته هزته عبرته هو غديت تسالى لأنه يعني تعبر. فالمقصود بالبركة أي من معانيها لا تنحصر، ولكن من معانيها أنها تكسر القليل بما لا يخضع لموازين العقل. القليل كيولي كثير وتبغي تحسب داك الشيء ما كيتحسبش، إلا دخلت عليه الماكينة الحساب مشات البركة. واحد الخطرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاب له شي واحد شات مذبوحة باش يهديها يعني يتصدق بها، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد الصحابي أعطيني كتيفا، يعني أعطيني واحد الشيكو جبد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به، قال له أعطيني كتيفا أعطاه الثاني، أعطيني كتيفا الثالث، أعطيني كتيفا الرابع، هذا كيعطيه أعطيني كتيفا. قال له سبحان الله كم لي الشات من كتف يا رسول الله؟
قال له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سكلتك أمك ويلك لو أعطيتني لا أعطيتني كل ما طلبت. سين ما قلت لك أعطيني كتف أنت دخلت لقى كتف، إيش حاسك أنت كتحسب واش عندها أربعة ولا خمسة؟ فقال له ليكون سكت ومديت ديك القفة وجبت كتف غادي تجبد الخامس وتجبد العاشر وسبعين ما عمره ما يتسالى. البركة. أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح المشهور المتداول كان واحد المرة فيه جوع جوع شديد هو والصحابة كلهم جيعانين، وجاءت واحد المرأة هدت للنبي صلى الله عليه وسلم قدحا من لبن. اللبن بالعربية القديمة هو الحليب، أنا كنسميه اللبن هذا المخيض، اللبن يعني الحليب، يلا تحلب من ناقة كيسميه لبن، هو الاسم العالم دياله أو الاسم يعني اللغوي دياله، وإنما سمي حليبا لأنه يحلب كرضيع. فأبو هريرة هو يحدث بالحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقي القوم، قال له أبو هريرة أنت اللي غادي تسقيهم. هو النبي أبو هريرة بقى فيه الحال لأنه يعني عرف هو إلا سقى الناس بدا يعطيهم الحليب ويبقى هو التالي وكيقول يمكن يبقى لي يمكن ما يبقى ليش، وهذا البديح ما فيه غير شويه الحليب والصحابه بزاف مشكله. فبدا باليمن ويعطي يشرب الاخر التاشبع عطى الاخر يشرب التاشبع يا الله يا الله يا الله حتى بقى النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريره. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم انا وانت يا ابا هر، لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف له شنو عنده نفسيته قال له انا وانت يا ابا هر، بقي غير وياك وهذا الشيء وهذه الكميشه وهذه الزغيمه اللي بقات. قال له نعم يا رسول الله. قال له اشرب اشرب. فبدا يشرب ابو هريره اللبن شرب وزعما قال لي بركه نخليني ما نسمعش. قال له اشرب يا ابا هريره اشرب عاود شرب. قال له اشرب 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 تتعمر. قال له والله لا اجد له مكانا يا رسول الله. صافي الكرش ديال عمر بن اللبن ما بقاش قادر يزيد من ديك النقطه وخذا النبي صلى الله عليه وسلم وشرب. في ليله مباركه ليله القدر يا ليلة واحدة 83 سنة عمر ممتد طولا وعرضا وزيادة. ما معنى وزيادة؟ هي يعني صحيح عدت بأشهرها لكن بركة البركة لا تنفد كيبقى خيرها مستمر طيلة العمر ديالك وإلى ما وراء عمرك من اليوم الآخر. ولذلك الذي أوصي نفسي به أولا وإخواني جميعا أن هذه الليلة التي هي بركة وقدر، بمعنى القدر هو العظمة فيها جوج المعاني القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر فيها العظمة وفيها القدر أيضا داكشي اللي كيقدر الله عز وجل من المقادير كله كينزل ديك الليلة، فهي ليلة الرغب والرهب، ليلة الخوف من الله عز وجل والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل من خافه أمانه، اللي خاف من ربي كيعطيه الأمان في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. فلذلك الذي نتواصى به من الحق والذي نتواصى به من الصبر على هذا الحق أن الإنسان يهتم بالنوعية ماشي بالكمية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طيلة ليالي رمضان كسائر الليالي ينام أول الليل ويستيقظ آخره. ما نديروش هذيك الخدمة ديال الناس يعني اللي ما عندهم علم بالله عز وجل ما عندهم علم بالدين ولا علم بالآخرة، كيبقى ليلة القدر ليلة 27 كلها فايق إن كانت هي الليلة، وقد يتعب في غير فائدة يا يعني كيركع وينوض وعقله مشغول كيقول فوقاش يسالي هذا الفقيه. إذا أنت ما راكش عايش مع الله عز وجل، لا خذ لنفسك ولبدنك قدرا من الراحة يكفي، ماشي الراحة ديال 100% لا، يكفي لأن تكون في وعيك ويمكنك من الحضور مع ما تقرأ من القرآن، ولا أن تصلي ركعتين اثنتين تحقق قراءتهما وتسبيحهما وركوعهما وسجودهما حاضرا مع الله عز وجل، تطيل السجود رغبا ورهبا، تستغرق في الدعاء ما شاء الله لك في ركعتين خير لك من الليله كامله بغير فائده. ماشي ضروري تصلي التراويح كلها، ماشي ضروري يعني مع الامام كنقصد، دير البركه في المسجد، دير البركه
أربع ركعات ست ركعات على حسب الطاقة ديالك، وسيرت الناس سيرت الناس، وعلى على عزم على عزم، ويكون في الدار حال الطوارئ. يعني راه يعني الليالي العشر هو مش غير ليلة القدر، الليالي العشر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيدير حال الطوارئ في الدار ديالو بين أزواجه وذريته ومحيطه، العشر الأواخر حال الطوارئ روحية في البيئة الإسلامية الحقيقية التي تعلم ما معنى ليلة القدر وما معنى العشر الأواخر من رمضان وما معنى الدنيا وما معنى الدنيا وما معنى الآخرة وما معنى العلم بالله وما معنى العلم باليوم الآخر. لا يدري أحد منا ما يكون مصيره لسنة مقبلة، أفوق الأرض أم تحتها، وإن كان فوقها أتكون له قدرة على الصيام والقيام أم لا تكون. إنسان يديرها الفرصة ديالو الأخيرة، يديرها هو الفرصة الأخيرة، وربي تعالى كريم سبحانه ما يضيعكش. حتى إذا اجتهدت في الراحة، وهذه الراحة راه عبادة، سيكون قلبك يقظا بالله عز وجل، وما تخافش يديك الناس، غير تبع القواعد الشرعية، ما تعمرش كرشك بزاف، كن صائما لله وافطر على السنة، ما تملأش البطن ديالك بالطعام الكثير، راه كيبقى القلب يقظ. لو أنك شي وقت من الأوقات مثلا قالوا لك غدا غادي تقبض واحد 100 مليون، ما يديكش الناس، عتبات الليل كامل واخا تنعس بالعيا، ولكن أدنى حركة كتستيقظ. لما كتكون عندك هم لله وبالله وتخشى فوات هذا الخير العظيم، راه الملائكة معاك توقظ قلبك وتؤنسك بالله عز وجل. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة رضي الله عنها: إن عيني تنامان لكن قلبي لا ينام. لأن القلب ديالو مشغول مع رب العالمين سبحانه وتعالى، مرتبط بنور الرحمن الرحيم جل وعلا. ولذلك تجي يعني الثلث الآخر أو قبله بقليل من الليل يستيقظ. تقريبا تقريبا دابا الثلث الأخر ديال الليل كيبدأ مع الجوج، مع الجوج في الليل دابا تقريبا كيبدأ الثلث بهذا العدة، دايلة حسبنا من يعني من المغرب، يعني بعيد المغرب، بعيد المغرب من غياب الشفق إلى إعلان الفجر تقريبا الجوج في الليل هو الثلث الأخر ديال الليل. واللي ارتاح شوية في النهار وزاد عليه راحة أول الليل، يعني راه من الجوج في الليل حتى للربعة باش تعطي الفرصة للسحور، يعني من الربعة للخمسة تسحر، من الجوج ثلاثة ربعة ساعتان الخير والبركة. ما يجيكش قليل، هذا جهل 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 بليلة القدر اللي كي يستهش ويجيه قليل ساعتين. إذا كنت ساعتين وأنت مع الله ووحدك وحدك، صلي وحدك تجد لذة أخرى. وصلاة الرجل الحديث الصحيح نافلة بحيث لا يراه الناس، تفضل صلاته بحيث يراه الناس ب25 درجة، العكس ديال الفريضة تماما. راك درت البركة التراويح المسجد مع الناس سنة مزيان حينا، ولكن دير عود حقك ديال النفس ديالك بوحدك مع الله عز وجل، وهذه السنة ديال سيدنا محمد. لما صلى لنا شوية ديال التراويح عاود دخل داره، الليالي الأخرى ما خرجش ليه، صلى النوافل ديالو بوحده ساعتين من البركة لا يحصرها عد ولا حصرون. إن أنزلناه في ليلة المباركة. كون على يقين بأنك تخرج عن إطار الزمان، إن الناس اللي كيحسبوه راه كيغلطوا. الدين هذه الأمور الدين الروحانيات غير قابلة للحساب، غير قابلة للعد، كتحسبش. لأنك حينما تسجد تخرج عن إطار الزمن. إذا سجدت حقيقة وبدأت تسبح الرب الأعلى سبحانه، وبدأت المشاهد النورانية لخلقه ولعظمة أمره سبحانه، تتأمل ذلك ما كتبقاش محسوب على الزمان، لأنك مع الله والله عز وجل فوق الزمان والمكان. شوف تسبيحات سيدنا محمد الذوق ديالها كيفاش كانت دايره. كان من بين تسبيحاته وهي كثير، كان كيقول عليه الصلاة والسلام: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. كتبدا تعيش العبدية ديالك. سجد وجهي يعني خضوع، هذا الوجه اللي مكبر به وهز به في الدنيا وعلى الناس، انا حط الان الارض لمن؟ للذي خلقه، انا ما كنتش،
ربي كوني، هل تاع على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنا ديال مولاي، خضع المولاي الآن، خلقه وصوره تدقيقات هذا الوجه، يعني كيف فيه من دقائق ومن ملامح ومن سيماء وما وراءه من خلق، يعني البدن كله، وقد يعبر عن البدن كله بالوجه. بعض الأحيان الذات كلها كتسمى وجه، يريدون وجهه أي ذاته كلها سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثل. وشق سمعه وبصره، أدق الأحاسيس التي بها نلتقط الحياة حولنا السمع والبصر، وهما نعمتان لمن تأملهما من أعظم النعم، لولاهما لما كان للحياة ذوق، نعوذ بالله. تصور إنسان أصم أعمى، نعوذ بالله، ما يعرفش الحياة، لو أنه يفقد وحدة منهم يعني هي رابلية، عافانا الله وإياكم، وآجر كل من فقد شيئا من بدنه، ولكن يفقدهم بجوج راه مشكل. والله الإخوان الكرام راه ما كيعرف النعمة غير اللي فقدها. وفي التجارب أنا نتذكر وأنا صغير واحد شيء بسيط جدا، يعني منتبه سبحان الله، هذه الصغر ديالي العظمة هذيك النعمة، السمع. كنا في البلاد ديالنا في البادية مع فلاحة ولاد عمي وهذا، ومعنا واحد الحارس يعني خدام معاهم، مسكين زيزون ما كيسمعش، وديز واحد السرب ديال عفوا واحد الأرنب، مرة كان الحجل مرة أرنب، أرنب برية، وهذاك داك 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 اللي ما كيسمعش الأرنب دايز حداه في الفصا، ولد عمي من اللي كيعيط له واه محمد ما كيسمعش مشات الأرنب شوية غادية وما شافهاش. واحد بقيت نقول سبحان الله العظيم، ما عمري ما كيسحب لي بأنه اللي زيزور ما كيتكلمش ما كيسمعش، ونقول شو سبحان الله العظيم نعمة السمع. يعني دابا هذيك الارنب هي بالنسبه لي حنا دابا في هذا السياق اللي حنا، هي ارنب حقيقيه، هذه حاله عشتها، ولكن دابا الان بالنسبه لنا هي رمز للمعنى الروحي، كتدوز عليك المعنى الروحيه وما كتشوف والو ما كتسمع والو. الذي شق سمعه وبصره، انت خاضع ديك الساعه كيفتح لك الله سبحانه وتعالى بصيره القلب سمعا وبصرا، وتبدأ التجليات وتبدأ المشاهدات النورانية من عظمة الله، وتجيك ديك الساعة اللذة الروحية العميقة وتشعر بالعبدية. فادعوا الله ما شئت من الدعاء يستجب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أو قمن ما شئت أن يستجاب لكم في ركعتين أو أربع ركعات على قدر الطاقة ديالك، لكنهن متقونات كما قالت عائشة، فلا تسل عن طولهن وحسنهن، يعني هذه الركعات ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك نحرص على النوع ماشي الكم، ماشي الحساب، شحال صليت من ركعة ما تحسبش، صلي على قدر الطاقة ديالك، ولكن استغرق قلبك في شهود هذا النور العظيم في طرق باب الرحمة، فإنك إن أخلصت الطرق فتح الله لك الأبواب، وادعو بما شئت فإن الله عز وجل يستجيب. واسأل الله العفو، واسأل الله العفو والعافية والهدى والتقى والثبات في زمان الفتن. نطلب خير الآخرة هو الأول، عندك تبدأ تطلب الدنيا هي الأولى، طلب الآخرة هي الأولى، يعني شيخ ترى كنطلب الدنيا وكننساو الآخرة، لا، اطلب الآخرة أولا واطلب الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اطلب الآخرة، اطلب الإنقاذ من النار، لأنه فرصة قد تجدها وقد لا تجدها. فإذا أكرمك الله بكرم الدعاء فاسأل الله من رحمته واسأل الله من فضله، فاللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أخلص قلوبنا لك وحدك لا شريك لك، اللهم أخلص قلوبنا لك وحدك لا شريك لك، اللهم أخلص قلوبنا لك وحدك لا شريك لك، اللهم تقبلنا عندك صائمين قائمين، ولا تردنا عن باب رحمتك خائبين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الخاسرين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الخاسرين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الخاسرين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ونسألك بأسمائك الحسنى، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، واجعله اللهم جلاء غمومنا وهمومنا، اللهم اجعله لنا في الأرض رفيقا، واجعله لنا في القبر أنيسا، واجعله لنا بين يديك يوم القيامة شفيعا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا جميل الرحمة أدخلنا في رحمتك، ويا جميل العفو أدخلنا في عفوك، ويا جميل الستر أدخلنا في سترك، ويا جميل الكرم والجود أدخلنا في كرمك وجودك. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا وعافنا وداونا وشافنا، واكفنا ما أهمنا من أمور ديننا، من أمور ديننا وأبداننا ودنيانا وآخرتنا، إنك أنت الرحمن الرحيم، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء وكيل. اللهم لا تقطع فيك رجاءنا، اللهم لا تقطع فيك رجاءنا ولا آملنا، اللهم اجعل لنا روحا وريحانا، اللهم اجعل لنا روحا وريحانا، اللهم املأ قلوبنا رحمة وأنسا بك وفرحا بك، يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم أشر لنا بالبركات، اللهم أعطنا الحسنات، اللهم أفض علينا بالطيبات، اللهم أنر قلوبنا وأنر عيوننا وأنر أسماعنا، اللهم اجعل لنا من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، واجعل اللهم عن أيماننا وعن شمائلنا نورا، واجعل من أمامنا ومن خلفنا نورا، اللهم أعطنا نورا يا من هو نور السماوات والأرض، أنر قلوبنا بنورك الذي لا يخبو أبدا، واجعلنا على الهدى أبدا، واجعلنا على التقى أبدا، واجعلنا صابرين على الحق أبدا، واحفظنا بما تحفظ به أولياءك وعبادك الصالحين والصديقين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة سيد المرسلين، واجعلنا تحت لوائه يوم القيامة، وأكرمنا بشربة من حوضه الكريم، شربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا، وأدخلنا الجنان العوالي يا أرحم الراحمين بمنك وبفضلك وبكرمك وجودك. اجعلنا بفضلك ومنك ورحمتك من أهل الفردوس الأعلى، ونجنا من النار ومن حسيسها وطريقها، نعوذ بجمالك وجلالك من عذابك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فاسترنا بسترك، واسترنا بسترك، واسترنا بسترك، واحفظنا بحفظك، بحفظك، واجعلنا لك وبك وحدك لا شريك لك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.